مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين وين ما تكونون. تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار حاليا نتيجة لدخول مجموعة من السحب الرعدية لأجواءنا، مصحوبة بكميات من المطر ومصحوبة بسرعة في الرياح، قد تصل سرعة الرياح لأكثر من 50 كيلومتر في الساعة فوق أغلب المناطق. أرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر، خاصة أن حالة عدم الاستقرار قد تستمر حتى نهاية نهار الغد. أسأل الله أن يجعلها أمطار رحمة وخير وأن يعم بنفحها أرجاء البلاد والعباد. أما حاليا فمثل ما قلت لكم أجواءنا غائمة جزئيا، والرياح جنوبية شرقية سرعتها 7 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة حاليا 22 درجة مئوية، والرطوبة ترتفع ل 46%، أما الرؤية الأفقية فتمتد لأكثر من 10 كيلومتر. الطقس المتوقع خلال هذه الليلة أجواء غير مستقرة، سماءنا غائمة جزئيا وفرص الأمطار الرعدية تكون موجودة معنا. أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ف 13 في مدينة الكويت إلى 14 في مطار الكويت الدولي، وتصل لل 14 درجة مئوية في ميناء الأحمدي. بالنسبة لفيلتشا 14 درجة مئوية، وكذلك جزيرتي وربة وبوبيان. شمالا في العبدلي الأجواء أكثر برودة 10 درجات مئوية، وغربا في الشقاية والسالمي تنخفض درجة الحرارة الليلة للعشر درجات مئوية. ينا للجنوب الوفرة 10 درجات إلى 12 درجة في نويصيب، ترتفع قليلا لل 15 درجة مئوية في جزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادم. رياحنا المتوقعة لهذه الليلة رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 لل 40 كيلومتر في الساعة. الطقس المتوقع خلال نهار الغد استمرار الأجواء الغير مستقرة نتيجة لوجود كمية من السحب المطيرة وفرص الأمطار تكون موجودة خلال نهار الغد. 27 درجة العظمى المتوقعة في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي، بينما تصل ل 23 درجة مئوية في ميناء الأحمدي. 25 الفيلتشا وكذلك جزيرتي وربة وبوبيان. شمالا في العبدلي ترتفع درجة الحرارة خلال النهار لل 29 درجة مئوية، وكذلك غربا في الشقاية والسالمي. ينا الجنوب مناطقنا الزراعية في الوفرة 27 إلى 25 في نويصيب، تنخفض قليلا في جزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادن لتصل ل 22 درجة مئوية. أجواءنا المتوقعة خلال نهار الغد أجواء غير مستقرة حتى نهاية النهار بسبب وجود فرصة لهطول أمطار رعدية متفرقة. هنا المواقيت أعزائي المشاهدين، موعد أذان الفجر يوم غد بإذن الله 4:56 دقيقة، الشروق 6:16 دقيقة، وموعد غروب الشمس بمشيئة الله في 4:46. حالة بحرنا خلال المساء معتدل ويعلو الموج أحيانا، ارتفاع الأمواج من 3 إلى 6 أقدام، علما بأن هذا اليوم يعتبر ضمن نهاية الحمل بالنسبة للتيارات المائية. تمام 3 فجرا راح يكون موعد المد الأول، 3:15 عصر الغد راح يكون موعد المد الثاني، 9:15 مساء راح يكون موعد الجزر الأول، و9:15 صباح الغد إن شاء الله راح يكون موعد الجزر الثاني. الحين لمح على الطقس المتوقع على مدينة الكويت خلال الأربع أيام قادمة. نهار الغد طقس قائم جزئيا وفرص لهطول أمطار قد تكون رعدية، والرياح جنوبية شرقية سرعتها من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، 25 درجة خلال النهار تنخفض لل 16 درجة مئوية. نهار الاثنين طقس مشمس ورياح شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، 27 درجة خلال النهار تنخفض ل 12 درجة مئوية خلال فترة الليل. نهار الثلاثاء طقس مستقر ورياح شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، 28 درجة خلال النهار تنخفض ليلا ل 11 درجة مئوية. أخيرا نهار الأربعاء طقس دافئ نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه سرعتها من 5 إلى 25 كيلومتر في الساعة، 28 درجة خلال النهار تنخفض ليلا ل 12 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين أرجع أذكركم، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار نتيجة لدخول مجموعة من السحب المطيرة لأجواءنا، وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى نهاية نهار الغد. أرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر، ومن ناحيتي أتمنى السلامة للجميع. شكرا لطيب المتابعة.